خير يا امه. اسمها سلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حاجه. يا سلام، التريق يا اخويا التريق. صفيه عامله ايه؟ بعيد عني جمه، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا، عندها واحده تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطل المعاش؟ وكان معايا، ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. ما الاسود الابيض. اهو اهو. اتفضلي يا امه. ايوه اتفضل. اسمع، لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همد ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك، ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مره يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرطه. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد؟ انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكون عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شوية بقى، الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا ادي الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه ياما؟ في ايه ياما؟ يا جابر، ما رفضت لي يعني في حدوته الجهاز؟ قلت لك هجيبهولك، بس مستنى اوقع لك حته فرطه حنينه كده. يا عم خلص، ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته، يعني هتعيش براحتك كمان. طب اقول لك ايه؟ انت عايز يعني واصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده؟ انا هركب لك واصله للجهاز ده، اخليه يترعش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا ابني. ما تعمل يا عم، انت صغير، ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته محدش بيلغيني. ايه يا ابني؟ ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء. انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغيه. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه؟ النت ده هياكلنا ولا هيشربنا؟ ايه يا عم بركه، انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال، اقول يا ترى الولا راح فين؟ كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول، اجيب سواقي ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه؟ ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجي خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله، ما تردش على ابوك. يالا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا. شفت الولا بيبوا ازاي؟ ما تروق يا عم، ما كل العيال بتقلق. اغفر الله العظيم. تعال نشوف شاي. لا 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 خلاص روح يا عم. تعالى تعالى نشوف سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعال. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا بتاعك يا معلم بركة. روح يلا ننشأ بسرعة. يلا حاضر. عاوزك في استشارة. تحت أمرك يا أخويا. قول دلوقتي أنا أعمل إعلان وراثة ولا ما أعملش؟ أنا مش عايز أغلط، عايز أمشي قانوني ومش عارف أعمل إيه. أنت مش قلت إن أبوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا. ايه بس بسيبهم يعرفوا برضه. اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشه؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. يبقى تعمل اعلان مراسل. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته، محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين، وكله بما يرضي الله. طبعا. طلع طلع ايه؟ سيجارتين. اميره روحي انت يا خالتي، خلاص بقى كويس. ويدي معقولة يا بنتي؟ اسيبها وامشي. روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده. ما بيخالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي.
جبت لك العصير والجبن، ها؟ وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بنت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويس باذن الله. هتبقى كويس يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويس. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح، ها؟ ولك صباح. خد كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، كنا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص، ولك صباح. ما فيش حاجه كده، قطايه صغيره بس. انت رايق. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت وهو قلعوا يلا عشان تستحموا. ليه يا اما؟ الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول ثلاث حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. إذا كان كده ماشي، كفاية منا بقى يا حبيبتي اللي جرالنا، مش ناقصين. الراجل هيجيلي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. أيوة صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. نزل فل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن، ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعمليه.